مساء الخير متابعينا في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع داليا على قناتكم قناة الصحة والجمال. وزي ما وعدناكم في كل حلقة هيكون معانا موضوع مختلف هنتكلم فيه عن سر من أسرار الجمال والتجميل والصحة، وعاوزين نعرف إزاي برضو الصحة النفسية تقدر تأثر على جمالها. وأحب أرحب بضيفتي الأستاذة ندى نبيل، أخصائية الإرشاد النفسي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طبعا ناس كتير ما تعرفش يعني ايه الصحة النفسية تقدر تأثر على جمال المرأة وعلى رشاقتها وعلى شكلها وعلى كل حاجة. عايزين نوصل معلومة النهاردة نقدر نتكلم فيها عن الموضوع ده كله. اولا الصحة النفسية هي التاج بتاع الانسان اصلا في كل شيء. مفهوم الصحة النفسية هي انشاء انسان سليم بدنيا وعقليا واجتماعيا. يعني لما بنتكلم نقول صحة نفسية على طول مخنا بيروح ان هي الامراض النفسية او الاكتئاب، لا لا لا، كل ده مع الحاجات العقلية مع الاجتماعية، لان انت تبقى اساسا سوي اجتماعيا او غير سوي، كل ده من الصحة النفسية. إيه سوي اجتماعيا او غير سوي ازاي؟ يعني طبيعي الواحد لما بتبقى نفسيته تعبانة، لان الامراض النفسية عديدة، تبتدي مثلا بالقلق بالتوتر بالاكتئاب، ممكن توصل لحد الوسواس القهري. الوسواس القهري بقى في اي شيء، يعني مثلا انا مش هتعامل مع فلان عشان بحس مثلا الحسد، في ناس عندها وسواس قهري من الحسد، هو كده نفسيا مش انا همش مش مظبوط، انا همش هودي ولادي المدرسه لحسن هيعمل لهم حادثه. ده كل ده اسمه وسواس قهري. الوسواس القهري ده يعني فروع كتير جدا، او اي حاجه بتزيد عن حدها ده بيبقى وسواس قهري. طب ازاي نبعد عنه؟ هو ده بقى ده اللي احنا بنقوله الصحه النفسيه. تمام. هنقدر بقى نعرف ازاي نقاوم نفسنا لو جالنا مشاكل نفسية. تمام. ده كده مفهوم الصحة النفسية، ان هو بس مش نفسي، لا بيأثر على عقليا واجتماعيا كمان وبدنيا طبعا نمبر وان. يعني والصحة النفسية تقدر تأثر على جمال المرأة؟ ده هو اول حاجة. طب ازاي ان احنا نقدر نتلاشى حاجة زي دي؟ اولا المرأة سبحان الله ربنا خلقها فيسيولوجيا بتتحمل اكتر من الراجل، مسؤوليات هموم ضغوط، عندها قوة التحمل أكتر من الرجل. سبحان الله، يعني دي حاجة فينا كلنا، بس في بقى لما التحمل بيزيد قوي ست بتستسلم ان هي خلاص مش نفعل شيء، وان هي حياتها بس تربية الأولاد وخدمة الزوج. طبعا كل دي رسالة جميلة وكلنا مفروض نعملها، بس ما تنسيش نفسك. تمام. لأن لو نسيتي نفسك مش هتحبي نفسك، ولو ما حبيتيش نفسك زوجك أول واحد مش هيحبك، واولادك كمان مش هيحبوكي، والمجتمع نفسه هيبقى فيه دايما منبوذه مرفوضه. فده كل ده نتيجه ان هي خلاص شايفه ان هي حياتها بتخدم بتطبخ بتغسل، هي حياتها بتمسح بقى البيت بالظبط. برضو في دايما تعنف للمراه عن الولد من الصغر. لو رجعنا بقى من الطفوله خالص هنلاقي دايما ان احنا بنميز الولد عن البنت، لان احنا مجتمع شويه ذكوري. تمام. يعني لو انت معاكي بنوته وولد هتلاقي دايما الكلمه في البيت قومي اسقي اخوكي، قومي وضبي اوضه اخوكي، قومي مش عارفه طبقتي الغسيل بتاع اخوكي. تبقى من وقتها بقى من وهي اصلا طفله خلاص تحس ان هي خلاص هي واخده الكارير بتاع الخدمه فقط، وهي انسان ملوش الحقوق بتاعه الولد. لا احنا عايزين الارشادات ان احنا نبعد بيها عن الحاجات دي كلها. الولد زي البنت من البدايه كده من الصغر، انت قوم اخدم نفسك مش عيب. لا احنا دلوقتي اصلا المجتمع خلاص بقى حضاري وفي حريه والولد زي البنت بس في بيوت كتير البنت هي اللي بتشيل، يعني حتى الام تقول لك ايه انا في معايا في مجتمعات ماشيه بنفس بالزبط. النظام ده لحد دلوقتي، انا معايا فلانه ربنا يحفظها ويحميها شايله لي البيت وشايله اخواتها وشايله مش عارف. لا حرام، يعني قوم الولد قوم اعملي نفسك حاجتك الشخصيه على الاقل، قومي اعملي انت كمان نفسك. عايزه تساعديني ساعديني في البيت، لان ده دور بسيط عليكي لكن مش قهري. لازم يكون في مساواه بالظبط. في مرحله المراهقه برضو هتلاقي ان الولد بياخد حقوق اكتر من البنت، هو بيخرج هي ما بتخرجش، حتى لو بدري مش بنتكلم في السهر، لا يا ماما مثلا فلان في النادي مع اصحابه. ايوه هو ولد، يعني ايه هو ولد يعني؟ طب ما انت كل ده بتدمريها نفسيا وانت مش حاسه. كل ده احنا بننشئ امراه طالعه للمجتمع حاسه ان هي فيها دايما ديفو، او هي دايما ما ينفعش تاخد كل الحقوق للراجل، لا ينفع تاخدي كل حقوقك عادي. طب ازاي انا اعرف ان انا دلوقتي خلاص وصلت ان حالتي النفسيه سائت؟ كامراه طبعا، كست مكتمله يعني. اولا هتلاقي التغيرات في الشكل،
الشكل بيتغير. طبعا لو بصيتي لنفسك في المرايه سبحان الله هتلاقي عيونك نفسها حزينه، بشرتك مجهده، حتى لو انت بتنامي كويس وتاكلي كويس البشره مجهده، العين حزينه، الشعر بيقع. في امراض كتير 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 مرتبطه بالحاله النفسيه، زي القولون، زي امراض المعده، والشعر طبعا. الشعر ده في كلنا، ناس كتير بتبقى محلله وكويسه وما فيش اي حاجه وتقول شعر بيقع. نفسي العظام، امراض العظام معظمها نفسي، وجع الرقبه مثلا نفسي. نفسي ناس كتير ما تعرفش معلومه زي دي. نفسي يعني كل، في دكاتره كبار جدا ليهم اساميهم لما حاله تروح لهم، اللي هو بنويه الثلاثينات والاربعينات والعشرينات، ومجرد ما يرفع عينه فيها بيحس ان نفسيتها تعبانه، ما بدهاش حاجه يقول لها ايه نفسيتك تعبانه، ويمسك جوزها يقول له روح خرجها. الا اذا بقى كانت في واحده حللت او عملت لقت في مشكله، انما ما فيش مشكله يبقى دي حاله نفسيه. مفيش مشكله والحياه قدامه كلها نورمال، بيبتدي يتكلم مع جوزها مش معاها، يقول له روح خرجها، اخر مره خرجتها امتى، خدها بس كده واتكلموا، مش عارفه. الخروج بيأثر على الحاله النفسيه طبعا طبعا طبعا. ففي الستات اللي عايزه تعرف هي عندها مشكله نفسيه او تعرفها من الامراض البسيطه دي، قولون، معده، مش عارفه ايه، الشكل طبعا، تلاقيكي قاعده دايما في المجتمع كده حزينه، ده نتيجه نفسيتك. يعني النفسيه عليها كل شيء. وفي بقى عندنا نقطة دايما الست المصرية بتعملها، ان هي حاسة ان هي بتشيل اي حاجة، يعني مثلا الاكل اللي هيبوظ مثلا، لا اكله انا قبل ما يبوظ وهم ياكلوا الجديد. طب ليه يعني ليه؟ دايما بتحاول تديهم هي بالزبط. من نفسها جابت حاجة جديدة، لا للولاد انا هلبس القديم مثلا معايا. لا، هني نفسك، ابسطي نفسك، نفسك عليكي يعني ليها حق عليكي. انت لو انت ما بسطتيش نفسك مش هتعرفي تبسطي البيت كله. مفيش حاجة اسمها اصلا انا الام فهستحمل. ماشي، هتستحملي التربية اللي ربنا قالها، لكن ما تظلميش نفسك، لان احنا اكيد عايزين نعيش، عايزين نتبسط، عايزين نتدلع عشان نعرف ندي البيت. مفيش ستة هتلاقيها مضغوطة نفسيا عارفة تدي، يعني تدي من وقتها كام ساعة كده في اليوم ان هي تخرج نفسها من حالة بقى شغل البيت والتوتر والمدارس والحاجات دي كلها. بصي حضرتك طبعا يعني احنا اليوم مع الستات كمان اللي عندها اطفال بيبتدي بدري. استأذنك معايا مداخلة. اتفضل. ابو بكر معانا، الو. معايا كده. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. إيه في سؤال مع حضرتك الاستاذة ندى؟ ممكن توطي التلفزيون شوية؟ اوكي تمام، هوطي التلفزيون حالا. ايه ده معايا؟ ايه سؤالك؟ اتفضل، هي معاك، سامع حضرتك. اتفضل. طب شكرا، تقريبا الاتصال اتقطع. نكمل بقى، احنا وقفنا فين؟ تاخد كام ساعة من وقتها ان هي بحيث ان هي تخرج نفسها بقى من الضغط اللي حصل معاها ايه طول اليوم؟ اليوم طبعا في الدراسة بيبتدي بدري، بترجع الاطفال، بنغدي وبنذاكر، بيبقى اليوم زي الطاحونة. الاطفال طبيعي في الدراسه بيناموا على 9 10 بالكتير. انت لو قعدتي مع نفسك ساعه لوحدك ده كفيل ان يخليكي بتجددي الطاقه النفسيه بتاعتك كل تمام. يوم ممكن الساعه دي بقى على حسب، اقضيها بكوبايه نسكافيه قدام فيلم بحبه، اقرا حاجه بحبها. برضو التكنولوجيا، ان احنا دخلنا في التكنولوجيا جامد ده، انت عارفه بيجيب اكتئاب. ايوه سمعت كتير عن الموضوع ده ان هو بيجيب اكتئاب. يعني معظمنا هتلاقي وقته الستات قاعده الوقت الفراغ بتاعها مش بتدي نفسها. اتفضلي معانا ريهام. اتفضلي. معاكي ريهام من القاهره، عايزه اسال الدكتور عن حاجه. اهلا بيك، اتفضلي اتفضلي قولي سؤالك. انا في اول شهر من الحمل، او يعني داخله الشهر الثاني، بس في الحمل في اول ايام الحمل كده بيكون عندي اكتئاب كامل خالص، بكون زهقانة جدا مش عارفة اعمل ايه يعني. فانا عايزة الدكتورة تقول لي ايه السبب وايه العلاج. في الشهور الاولى من الحمل؟ إيه وحضرتك لسه في الشهور الاولى ما عدتهاش. طيب شكرا لاتصالك، وهي ترد على سؤالك. اتفضل. نرد على السؤال ولا نرد على السؤال الاول؟ طبعا اكتئاب الحمل ده معروف، ده هو حالة في مجلدات. اكتئاب الحمل ثم اكتئاب الولادة. يعني معروف جدا. اللي بقى بتستسلم في اكتئاب الحمل بتلاقي حملها كله عياط وحملها كله اكتئاب فعلا بمعنى الكلمه. اكتئاب الحمل ده لان طبيعي بيحصل لنا تغيرات فسيولوجيه وهرمونيه والجسم بيتغير، فتبتدي الواحده بتحس ان هي مش راضيه عن شكلها، وخصوصا لو هي كانت بتهتم بنفسها. يعني هو اللي الشكل
طبعا بيخليها هي اكتئاب. يحصل لها اكتئاب بالظبط لما بتبص لشكل بطنك، انما مش الاكتئاب اللي بيحصل الاول فبعد كده بيحصل معانا التغيير في الشكل، الاثنين مع بعض، لان الحمل بيحصل تغيرات هرمونيه وعشان كده هتلاقي كل 3 ستات بيكتئبوا وراجل واحد يكتئب، يعني نسبه الاكتئاب في الستات اعلى من الراجل. ليه؟ هرموني، الهرمون، احنا الهرمونات اللي في الستات في هرمون السعاده عندنا حتى برضو قبل، يعني هتلاقي في الحمل دايما بيجيب اكتئاب، العذر الشهري قبليه بيحصل لنا اكتئاب، دي كل دي هرمونات. ففي الحمل بيحصل اكتئاب حمل ده معروف جدا، وثم بيليه على طول اكتئاب الولاده. معانا ايناس، اتفضلي من القاهره. الخير، مساء النور، ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. انا وزوجي مفيش بينا لغه حوار، يعني مفيش بينا كده حوار او يعني فهماني، يعني طول النهار مثلا نايم يصحى من النوم يروح الشغل مفيش الا احنا نايمين، فمفيش لغه حوار بينا. ده الموضوع ده مأثر عليا نفسيا جدا، مش عارفه ادي اي حاجه، فبدي حتى بالعافيه بلاقي كده. متزوجه من قد ايه؟ من سبع سنين. من اول الجواز المشكله دي كانت بتواجهك؟ الاول الجواز كان اصعب واصعب، يعني دلوقتي هي دي المشكله. حاليا دلوقتي المشكله كبرت بقى. فده مأثر عليا نفسيا جدا، وفعلا انا مش عارفه افدي حتى لاولادي، ليه انا دايما حاسه بضغط واكتئاب زعل. طيب شكرا لاتصالك يا ريهام، والاستاذه ندى هترد على سؤالك. ده اسمه الخرس الزوجي، ده يعني مجلد. ايه مفهوم الخرس الزوجي؟ الخرس الزوجي اللي هم اتنين عايشين في بيت واحد، تمام، بس ما يعرفوش حاجه عن بعض، ما بيشوفوش بعض غير ده، يعني هو بيصحى الصبح يلبس بتشوفه وهي قبل ما تنام وهو بيغير هدومه بتاعه النوم. ده اختيار الزوج نفسه؟ لا، ده الظروف اللي احنا بنمر بيها كمجتمع ككل. هو انا لما سالتها قالت من اول الجواز والمشكله دي كانت موجوده. لازم بقى حد بيتحرك، لازم حد بيطبع حد بطبعه. في ستات بتعرف حكايه الخرس الزوجي دي بتبقى شاطره فيها جدا جدا جدا، بتحاول تحركه وتكلمه وتطبعه بطبعها. في ناس كتير شاطره. ايه اللي مضايقك؟ الا بقى لو هو رافض التعامل خالص ده يبقى حاجه تانية، لكن الخرس الزوجي ده نتيجه عدم تفاهم، عدم لغه ما بين الطرفين، ممكن من اول يوم، ممكن في نص الجواز، ممكن الناس في الحياه تبوظ بسبب كده. طبعا ده هو ده الخرس الزوجي، ده بدايه الانفصال العاطفي، بدايه كل شيء. الانفصال العاطفي ده برضو اللي هو الاثنين عايشين في بيت واحد بس ما فيش اي ريليشن. طب هي تحاول تخرج من الحاله النفسيه دي ازاي؟ تركز، تحب نفسها الاول، تمام، تركز مع نفسها الاول. ما يبقاش هو كل حياتها وهي كل تفكيرها انا بدور عليه، ما تديلوش اهتمام، تهتم بيه الاهتمام الزوجي صدقيني. بس ما تبقاش حياتها دايره سيركل وبتمشي جواها هي، لان هو كل ما هيلاقي الاهتمام الاكتر منها ده خنقه لعلمك، يعني هو خنقه كمان. طبعا الاهتمام الزياده بيخنق. او ان هو من ما يفتح الباب يلاقيها قاعده حزينه على الحاله اللي وصلوا لها، هو مخنوق. لا، حبي نفسك صدقيني، الست لما بتحب نفسها وبتهتم بنفسها والله الراجل هو اللي بيرجع يدور عليها. معانا مداخله، وردة منين؟ من انا. اتفضلي يا ورد، اتفضلي. من انا، اهلا بيك. انا مخطوبة ودايما بحب اكلم خطيبي يعني، بس كل ما اكلمه لازم تحصل مشاكل بيني، ما اعرفش ليه. هو الخطوبة كانت مبنية على ايه يا ورد؟ لا، قبل المخطوبة احنا بنحب بعض يعني الحب 3 سنين. ايه، ما فيش خطوبة؟ لا لا، هي قصة حب يعني. لا، اتخطبت له دلوقتي، بس يعني من اكتر ما اتخطبت بقيت مشاكل كثيره جوه بيني انا وهو. تمام. يعني اكون نفسي اكلمه على الاخر، اجي اكلمه اول ما اكلمه اتشاكل معاه، وهو برضه بيحصل معاه نفس اللي بيحصل معاي. منكم انتوا الاثنين يا ورده ولا منك انت بس؟ لا، مننا احنا الاثنين. طيب شكرا لاتصالك يا ورده، وهنرد على سؤالك دلوقتي. ناس تعبانة في مشكلة كبيرة. لا طبعاً. وفي قصة حب 3 سنين، يعني هم أصلا متفاهمين من قبلها. أيوة. وقعدوا مدة كبيرة مع بعض، يعني احنا فاهمين بعض ومتأقلمين ومفيش. أيوة. مشكلة. طب ازاي بدأت بقى المشكلة دلوقتي معاك؟ ده ممكن في ناس بتحبوا بعض بال 12 سنة ويتجوزوا سنة واحدة بس يطلقوا بعديها. طبعا يبقى ما كانوش يتجوزوا، مفيش تفاهم. ما دي بقى اللي احنا بنرجع نتكلم فيه، البنويت الصغننين الحلوين
اللي هم بيقتنعوا ان الحب كل شيء من هم 18 وعشرينات، والعيوب هي عميانة عنها وبتظهر قدامها بس هي عميانة. تمام. بتشوفها امتى بقى؟ لما تتجوز تبقى ام. طيب احنا بما اننا بنتكلم احنا مش عايزين نسمع الاسئله دلوقتي، انا مش عايزه اي كلام من الاعداد، معلش لو سمحتي احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي. ايه احنا عايزين نتكلم، هو دلوقتي هما الاثنين بيحبوا بعض. تمام. ايه واتخطبوا. ايه تعمل ايه بحيث ان هي بقى ايه تقرب العلاقات من بعض تاني وما نخسرش بعض بقى، نبعد عن مشكله الطلاق والبعد هي تعمل ايه دورها؟ هو عامه الحب مش كل شيء عشان نبقى يعني متفقين، ياما بيوت قايمه من غير حب وزي الفل معمرين بال 30 ولا 40 و50 سنه اللي هو اهالينا زمان يعني. زمان ايوه. خلاص حبينا بقى. تمام. الواحده بقى كل واحده مقدرتها بتختلف عن الثانيه، يعني في واحده تقول لك انا مثلا بخل الراجل ده نو يحصل بالنسبه لي خلاص، آه الخيانه الكذب، آه وفي واحده بتستحمل، في واحده بتغفر. حلو، يبقى احنا في فترة الخطوبة المشاكل اللي بتحصل مش يبقى كل هدفنا بعد ما نقفل مع خطيبنا خرج مش عارفة ايه، عارفة شغل الاطفال ولا خرج والله عارفة يا ترى بيعمل ايه دلوقتي من غيري، بص عايش حياتي ومنزل صورة على الفيسبوك. لا ما هو ده بيأثر على النفسية برضو، احنا كستات بيأثر على نفسيتنا. لا ازاي هو خارج بقى وهي قاعدة في البيت؟ نشوف بقى المشكلة قامت على ايه. لو قامت على حاجة قهرية انا مش هستحملها في الجواز يبقى كفاية، يعني انا بنصح بكده نخرج لو انا من مش هستحمل. آه ما كملش. آه يعني مثلا في اتنين مخطوبين لما بيتعصب ممكن يمد ايده عليها، هي بقى مش بالنسبه لها من دلوقتي عايز ان هو يمد ايده عليها، عايزه تصالحه او يصالحها او بيتخانقوا، لكن في الجواز هتتطلق بسبب ده. طب ما يبقى من الاول هي قالت استحمل وفي الجواز هيتغير. بالظبط، عشان هي بتحبه، عشان هي فتره عارفه الوهوجه بتاعت اللي هو احنا ايه عايزين نقرب من بعض. طيب هي النصيحة الواردة دلوقتي برضو هي لسه ما خدتهاش، لو الأسباب مش قهرية يا واردة تعالي على نفسك وصالحي خطيبك. أيوة. مش استحملي صالحي وتدلعي كده وخليكي ظريفة وما يبقاش. وبما انه ان هو كان معاها 3 سنين وخطبها هو كده مش بني ادم عارفها، مش وحش، هو جه وطلب ايدك ومختارك وعايزك، فاحنا نغفر بقى ونعدي. ممكن يكون الخطوبه لما بتطول بيحصل مشاكل. ايوه والضغوطات برضو طبعاً وممكن طبعاً. ان هو عايز يكمل وعايز يعمل وعايز يجيب شقه وعايز فده كله احنا بنقول برضو لورده ان هي تستحمل وتحاول لو في اي مشكله نحلها قهرية سوا كده. ايوه لازم نعدي عشان ايه الحياه تستمر. الطفل الراجل في النهايه طفل يعني بيبي يعني. معانا حسن من سوهاج، اتفضل. الو ايوه لو سمحت كنت عايز اتصل واسال في سؤالين عندي يعني. اتفضل سؤالك. انا كان حصل معايا مشوار الجواز وبعد كده طلقت وكان معايا ابن صغير منيها، وبعد سنه ولا اتنين حاولت ارجع تاني وهم رفضوا فكره الرجوع، وبعد كده اتجوزت تاني وبرضه حصل طلاق وحصل حمل توفى الواد، وبعديها سنه ولا اتنين ما حصلش حمل تاني، وبعد كده كلام الاولانيه والثانيه بيتكلموا كتير، فكل ما اخش في خطوبه بتركز. الاولانيه اللي عاوزه ترجع واللي عاوزه تتجوز، والثانيه اتجوزت وشغاله كلام مع اللي حواليها في الغرام. الاولانيه ولا الثانيه ما طلعوش زعلانين ولا اي حاجه، يعني خدوا ذهبهم وخدوا الحاجه بتاعتهم. التاثير ما كانش منك. التاثير ما كانش منك. التاثير ما كانش من عندك. لا التاثير ما كانش من عندي، والناس كلها غلطوهم، ومجلس العيله والقعده اللي احنا قعدناها يعني على اساس الرجوع هيبقى كذا وبتاع، وبرضه حته الرجوع رفضوا، وهل هم طبيعه عندهم دي حته عدم رغبه في الزواج او عدم تحمل المسؤوليه؟ برضه الثانيه كلامها يعني بعد ما ربنا كرمها اتجوزت وبرضه شغاله تتكلم يعني هي اتجوزت، الثانيه اتجوزت. اتجوزت بعد شهرين ثلاثة عشان مشوار الخلفة، قعدت كان معاها عير وتوفى الوقت. تمام شكرا لاتصالك، هنرد على سؤالك دلوقتي. السؤال فين بقى؟ هقول السؤال فين؟ لا أنا فهمت قصده. هو اتجوز مرة وما كملش وخدت كل حاجتها وبنفس راضية وعملوا قعدة اللي هي التعارف دي القعدة الكبيرة. وخدت كل حاجتها والمشكلة مش من عنده. تمام. اتجوز واحدة تانية. حلو. إيه ما خلفتش الاول الاولى اللي خلفت إيه الثانيه ممكن يكون بناء على المشكله الاولانيه فكانت فرد السيطره معاه فهو طبعا ما تحملش فانفصلوا وخدت كل حاجتها. هو دلوقتي سؤاله في ايه؟ ان هو كل ما بيدخل بيت
ان هما دلوقتي بيتكلموا ان هو واحد ما بيستمرش في الجواز، وان واحد مشكلته انه ايه مش عارف اصلا يعمر بيت، فهو فعلا هو دلوقتي شاكك في نفسه، فاهمه قصدي؟ يعني المشكله وصلت معاه بقى للشك النفسي، حاسس ان هو فعلا مش عارف يكون بيت سليم يعني. ايوه، فاحنا هو انت هو عايز الكلمه بقى منك، هو فعلا يقعد مع نفسه الاول، لان كلنا عيوب، وارد يبقى فيه فعلا عيب هو اللي بيخليه الحياه ما تستمرش. تمام. لان هو راجل نورمال وما فيهوش العيوب اللي تخليه الست تكفر بالعيشه او تزهق بالعيشه. يبقى هو مش عارف يختار صح، هو اختياره اللي غلط بالظبط، يختار. تمام. بقى صح، لان دي الثالثه بقى. ايوه، وهو ما يضعفش، انت بالزبط. راجل اختار اللي انت نفسك فيه، الصح انت ما تضعفش صحيح عشان ما يتكلمش البنت. اي بني ادم لازم لما تروح تتقدم لها او تختارها هتقعد معاها الاول، في حاجه اسمها فتره تعارف، انا استريحت للبني ادمه دي خلاص هكمل معاها، ما استريحتش في فتره التعارف بالزبط. يبقى ما تكملش بصراحه من اول شيء. ايوه، انا دنيتي 1 2 3، انت مش مجبر. انا عيوبي مثلا كذا، انا مميزاتي. ايوه، ايه التفاصيل اللي انت ما قدرتش تكملها مع الاولى والثانيه عشان كده الحياه وقفت معاهم على كده؟ واللي تشتريه اشتريها خالص. ايوه، ما فيش مشكله انك ايه يعني اتجوزت وانفصلت، وانت بتقول ان انت دلوقتي ما كانش فيه سبب من عندك، فانت دلوقتي مش مريض نفسي او ما فيش اي مشكله معاك، والقعده اللي قعدتوها مع بعض وكان في حوار الناس طلعتك انت مش غلطان، فده ما ياثرش على نفسيتك. لازم حسن الاختيار، وحاول وتعرف تاني وتالت، والبني ادمه اللي تختارها ايه اتقدم لها وحاول وتعرفوا على بعض الاول وخلي حياتك تستمر. ايه، معانا اتصال، هشام الزقازيق، اتفضل. ايوه يا فندم، مساء الخير. مساء النور. الو، ايه سؤالك يا هشام؟ مساء النور، سامعاك. بس عايزه امسي على الفنانه داليا، بقول عليها فنانه والله. ربنا يخليك، كله من ذوقك. الله يخليك. تحيه خاصه مني لاهل الزقازيق كلهم. ايوه. ايه، معاك اي سؤال يا هشام عايز تساله الاستاذه ندى؟ لا والله، انا قلت بس على فنانه داليا بس اقول لها والله من نجاح لنجاح، ويا ريت بس تعمل لنا فرع في الجاز. ان شاء الله. شكرا. شكرا لاتصالك. ومعانا منى. اهلا بيك يا منى. من انا؟ عليكم السلام، اهلا بكل اهل انا، تنورتونا النهارده. اهل انا اللي متابعينا. سعيد النهارده عامل. اهلا بيك، ايه سؤالك؟ سؤالي، انا دلوقتي يعني في علاقه بين واحد. طب انت صوتك واطي قوي. الصوت واطي. في علاقة بيني وبين واحد بحبه يعني. تمام. وبعدين أنا دلوقتي عملت حاجة، يعني كلمت واحد بس كان في موضوع مهم لازم أكلمه، وقت هو بيحس بي على الموضوع ده مش راضي يتكلم معايا تاني، وأقل معاه الموضوع أنا بحاول. أنت هقول لك على حاجة يا منى، أنت صوتك واطي قوي فإحنا مش فاهمين السؤال، يعني السؤال مش واصل لنا. بس لحضرتك. ايوه اتفضلي كده، سامعاكي. انا في واحد بحبه. تمام. وانا كنت كلمت الشيخ قبل كده وهو زعلان عشان ما كلمت الشيخ ده، وقلت له انا كلمته في حاجه معينه، يقول لي لا ما تكلمهوش، فانا كنت مضطره ان انا اكلمه ضروري، يقول لي انت يعني كل شويه تكلمي، واتخانق معايا بسبب الموضوع ده، دلوقتي عماله بكلم فيه مش راضي يرد عليا. وراضي يعني اي حاجه. كلمتي الشيخ بناء على ايه يا منى؟ صح، كلمتيه بناء على ايه الشيخ اللي انت كلمتيه تساليه؟ اساله اسئله. لا، انا عايزه افهم النقطه. كان معايا يعني حد تعبان وكده، وانا كلمته عشان خاطر يشوف ايه اللي عنده. يعني هو الشيخ اللي بيقرر تكملي معاه ده ولا لا؟ لا 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 لا، هو معالج، مش راضي اصلا يكلمني دلوقتي، يقول لي انا قلت لك ما تكلميش الشخص ده، ما كان غصب عني لازم اتكلم الشيخ ده. ايوه، يعني هو زعلان، زعلان منك دلوقتي حاليا عشان انت رحتي للشيخ. دلوقتي انا عامله مستحيل، بقول له طب انا غصب عني كان لازم اكلمه، يقول لي لا. طيب شكرا لسؤالك، واحنا هنرد عليكي دلوقتي ان انت تعملي ايه. معايا ناديه. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا ناديه. منين؟ من القنطره. من القنطره؟
من الأمطرة. أهلا بيكي، إيه سؤالك؟ بنتي كانت متجوزة وحصل اختلاف، بنتي كانت متجوزة وحصل اختلاف بينها وبين جوزها. تمام. والوقت سايبها عندي بجوز أولاد، وجا اختلاف اختلفوا مع بعضهم وهو اتجوز عليها. وهم لسه مرتبطين يعني، هي لسه على ذمته لحد دلوقتي؟ اه على ذمته. وهو راح اتجوز؟ هو راح اتجوز وخلف. وانتوا شغالين في قواضي او حاجه، ولا انتوا ما رفعتوش اصلا قضيه؟ لا رافعين، بس مش رافعين خالص. تمام. طيب انت سؤالك من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان هي تعمل ايه، ولا هي نفسيتها تعبانه؟ هي نفسيتها تعبانه، وهو الوقت رماها بعيالها عندي بقالها 3 سنين. تمام، شكرا لاتصالك. بشكرك يا استاذه نادية. دي هو رماها بعيالها بقالها 3 سنين، صح ولا سمعت غلط؟ رميها بعيالها بقاله 3 سنين. وهي عند مامتها ونفسيتها زي الزفت. وما اتطلقتش لحد دلوقتي؟ لا ما اتطلقتش، هي مشيت. نفسيتها تعبانه. هي مشيت دلوقتي في موضوع طلاق، بس مش موضوع الخلع. هو راح اتجوز. طبعا انا نسيت اسالها بدون اختارها ولا مش بدون اختارها؟ موضوع الجواز كتير. هو لو بدون اختارها تقريبا ساعات بيتسجنوا او بيبقى في حاجه. ايوه كانت هي رفعت قضيه ان هو بدون اختاره، كانت مشيت في. بصي يا ماما، هي قاعده بقالها 3 سنين على ذمته وهو متجوز، يعني هي بتحبه. هي ونفسيتها تعبانه. ما عشان كده، عشان هي بتحبه. بس هو اللي رماها. ما هي بتحبه عادي برضه، عشان كده هي نفسيتها تعبانه. لا احنا ننصحها ان هي ما تحطش في دماغها. طبعا تنفصل. وطول ما هي قافله على نفسها طبعا مش هتقدر تنسى الموضوع ده. لازم تخرج تتعرف على تروح لقرايبها، بنت قريبتها تكلمها، تعالي نخرج، تعالي نتمشى، تعالي. يا استاذه داليا، هو اللي احنا بقى اساسا كان الموضوع النهارده الصحه النفسيه للمراه، اللي هو قايم عليه بقى كل حاجه. هم اتصالهم بناء ان احنا نديها كلمه تخرج من اللي هي فيه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، الصحه النفسيه. يعني حتى الناس وبعدين في اولاد. ما هي الواحده لما بتقع، الست عامه انا بالنسبه لي عمود البيت مش الراجل. تمام. الست عمود البيت، مجرد ما بتقع وبيحصل لها اي مشاكل كله بيقع وراها. ايوه. الاطفال والزوج، لو ما فيش زوج ومنفصل الاطفال دول يعني ضريبه اي شيء في الدنيا. لو حصلت خناقه، لو تلاحظي ما بين الزوج والزوجه، اول حاجه الست بتنفس فيها ايه؟ في ولادها على طول. لو قاعد جنب، اوعى بقى، اوعي بقى، مش فالاطفال دول ضريبه. فلو كل ست حبت نفسها وحبت ولادها هتقف قدام نفسها في اي شيء هتتعرض له. مفيش حد عايش الدنيا وردي، الدنيا مش وردي. هكمل. كلنا بنقع وبنقوم وبنقع وبنقوم، بس بتختلف من مراه للتانيه. في امراه قويه، وقوه المراه مش ان انا افرض شخصيتي بره او اعلي صوتي او اعمل ميك اب. يعني في رجاله بالنسبه لها الست القويه ان هي تلبس وتعمل ميك، لا، قوه المراه ان انا لما اشوف عندي مشكله بقف اواجهها. ازاي؟ انا مش هستسلم، انا هطلع من اللي انا فيه. حتى البيوت اللي هي الام والاب موجودين، مفيش انفصال، ادي زي ما جوزك بيدي حق لبره، انت كمان ادي حق لبره. بمعنى ايه؟ يبقى ليكي يوم في الاسبوع لاصحابك، هيفرق معاكي جدا، هتعرفي تستقبلي باقي الاسبوع بالضغوط بتاعته، سواء هتخرجوا وترجعوا بدري، هتقعدوا عند حد في البيت، لازم تعيشي نفسك. معانا اتصال نسمعه الاول. اتفضلي. اتصالات. اتفضلي دينا ولا ام حسن. الو، اهلا بيك ام حسن. منين؟ انا من، اهلا بيك. حضرتك منين؟ من المنوفيه. ايه سؤالك يا ام حسن؟ بص حضرتك، انا متجوزه لي 6 سنين. تمام، احنا سامعينك. وايه؟ ممكن توطي التلفزيون بس شوية؟ ماشي. حاضر. ماشي. شكرا للاتصال اتقطع. معانا دينا، اتفضلي يا دينا. اهلا بيك يا ابو جلي. اهلا بيك. منين يا دينا؟ الحمد لله. انت منين؟ انا من اسكندريه. من بلدي بقى. انت من بلدي يا دينا، اهلا بك يا حبيبتي. انت ليكي اي سؤال؟ لا انا بتكلم على حضرتك، اللي انا حييتي البرنامج. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليك. منوره الشاشه وحياه ربنا. تسلمي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك.
متشكرة يا دين، شكرا لك يا دين. معانا علي من طنطا، اتفضل. الو، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. نورنا والله يا جماعه. بنورك، ربنا يخليك. ايه سؤالك؟ والله انا متصل بس عشان الحاله عجباني حضرتك بس مش اكتر يعني. ربنا يخليك، مفيش اي سؤال للحاله النفسيه عندك؟ الرجاله ما بيتعبوش نفسيا. شكرا يا علي. تقليش على الرجاله. نرجع بقى لسؤالنا اللي كنا بنتكلم فيه، ان هي تعمل ايه؟ حبي نفسك، ده اول حاجه. تمام. الست تحب نفسها فعلا. لقت اي ضغط او اي ستريس، محدش هيطبطب عليكي، وكله بيحاول ان هو يبعد، ان هي نفسيتها تعبانه نسيبها ايه لما تهدى تكلمنا. ايوه. ده صح ولا غلط؟ بصي يعني عمليا محدش هيطبطب عليكي، محدش هيقول لك قومي، محدش هيقول لك تعالي. مش فاهمين. نسيب الحد يهدى. على حسب الموقف. احنا لازم نسيبه شويه يهدى ولا ندخل على طول؟ لا، على حسب الموقف. في موقف تستدعي ان احنا نسيب الشخصيه تهدى فعلا، لحد يعني حد متنرفز جدا جدا جدا، هو مش هيبقى سامعك اصلا، حتى انت بتهديه مش سامعك. هو بيفكر في اللي وصله. هو عمال يعني حد منفعل. فبسكت خالص، حتى الست مع الراجل، راجل منفعل جدا في البيت. يبقى غباء منك جدا لو رديتي جدا. يعني لو هو دلوقتي في حاله نفسيه وحشه وزعق أسيبه. احنا نتكلم بقى كاننا أسيبه. ايه عمليين كده في البيت. احنا في البيت دلوقتي. احنا دلوقتي في البيت. احنا في الصاله. يعني محدش يقول بقى ايه بيتكلموا براحتهم وكده. احنا دلوقتي في البيت. سيبيه يهدى. تمام. سيبيه يهدى، وهو لو لما يقعد مع نفسه ويهدى هيحس انه غلط فيكي. لكن المشكله بقى بتبقى فين؟ احنا معانا اتصال من الجزائر. ياه. اهلا بيك يا محمد. ابو محمد من الجزائر. اهلا بيك. السلام عليكم. اهلا بحضرتك. الو. اهلا بكل اهل الجزائر. نشكركم على الموضوع هذا. ربنا يخليك. ليك اي سؤال؟ لكن تسمى نقول لك باللي غير مشاكل الاغلبيه من العائله تاع الطلاق. تمام. ايوه هذا المكان. تمام، شكرا لاتصالك يا ابو محمد. طبعا تحيه من البرنامج لكل شعب الجزائر، وانا مبسوطه جدا بالمداخله دي. طبعا. يا ريت لو في اي مشكله تبقوا تسالونا، يعني احنا تحت امركم. الطلاق ده لوحده قصه، ده عايز له الطلاق ده عايز حلقه ثانيه. حلقه ثانيه. احنا نكمل دلوقتي في الحاله النفسيه. الطلاق. فاحنا كنا واقفين عند الراجل لما يبقى منفعل سيبيه يهدى، عشان هو ولا سامعك ولا شايفك، ما بال ان هو مجرد ان انت بتتكلمي هو مش سامع انت بتقولي ايه، ده هيزيده زياده نرفزه. برضو الست اما تبقى منفعله الراجل عادي جدا لو هو متحكم في سيبها. لا هو مش سيبها، هو زعلانه ليه؟ متنرفزه ليه؟ لا ده في الاقوى، الليفل الاقوى. هو انت بومه؟ هو انت ايه؟ ليك 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 ده الليفل اللي انت بتتكلمي فيه، ده الليفل المحترم، ده اللي هم الناس المؤدبه. اللي هو عايز صالح فعلا، ده الليفل الاقوى اللي بعده بقى. معنى ايه؟ ورده من الشرقيه، اتفضلي. السلام عليكم. اهلا بيك يا ورده، نورتينا. ربنا يخليكي. ايه سؤالك؟ بقول لحضرتك هي الواحده المدام لما تكون مثلا مع جوزها وتملي على طول، هي منفعله وعلى طول هو منفعل، هما الاثنين ما بيتفقوش مع بعض، هو تملي بره وهي تملي في الشقه شقتها. اتطلقوا يا ورده. لا حرام عليكي. تملي مشاكل بقالك كام سنه؟ جالي اكتئاب وتملي مش عاوز يخرج مراته. يعني انت جالك اكتئاب وما تغيرش؟ لا انا زهقت بقى من القعده. معاكي اطفال؟ معايا عيلين اتنين. هو انتوا متجوزين بقالكم كام سنه؟ بقالي 6 سنين. ومن اول الجواز برضو في مشاكل؟ ولا كانت الحياه حلوه بقى لا ما كانش كده، لا هو كان الاول كان حلو وكويس دلوقتي يعني. طيب ممكن يكون في ضغوط يعني ضغط من الشغل، الحاله الماديه كويسه؟ لا هو حتى لو ما فيش شغل عاوز تملي بره. والله رجاله والله. طب شكرا لاتصالك يا ورد. معانا محمد من الاسماعيليه. الو، اهلا بيك يا محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ايه سؤال؟ ازيك يا استاذ؟ الله يسلمك.
انا بحيي البرنامج والله، وسعيد قوي ان انا قاعد بتابع البرنامج. ربنا يخليك. ليك دلوقتي اي انا كنت سؤال؟ بحب واحده يا استاذه. اتفضل. انا كنت بحب واحده وكل شويه انا بنقعد نزعق مع بعض. ده من اول فتره انتوا حبيتوا بعض فيها ولا بعد كده؟ احنا بقالنا سنه وثلاث شهور بنحب بعض. وكويسين مع بعض؟ وكنتوا كويسين مع بعض؟ يعني ممكن نزعق شوية. اي طب كان هيبقى في ارتباط قريب او حاجة؟ خدتها ورحت للشيخ، قالوا لي ده حد عمل لها عمل ومخطيها وكده. هي المشكلة من عندها هي مش عندك. بس انا ببقى حلوة معاها بلاها بتقلب يعني. طيب انت متأكد ان فعلا هي حالتها النفسية اللي عاملة كده؟ ساعات بلاقيها حلوة، ساعات على قد الكلمة بلاقيها تروح جاية، ساعات تزعق معايا وساعات تبقى وحشة كده يعني. شكرا لاتصالك، شكرا لاتصالك. معايا أبو أحمد من المنوفية، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك. الله يبارك فيك. والله أنا في عندي واحدة جارتي. تمام. فهي كانت مخطوبة. تمام. فحصل إن هي فرفشت خطوبتها، فأنا حاولت إن أتقدم لها، فبتقول أنا رافضة مبدأ الجواز خالص، فما أعرفش إيه اللي حصل عندها. هي مشكلة واجهتها بقى، رفضت مبدأ الجواز خالص. ما هي تيجي تكلمها يعني، هي زارتي في البيت يعني، وتيجي تكلمها على جواز تقول لك انا رافضة مبدأ الجواز. طب انا مش عارف هي رافضة الجواز ليه؟ رغم انها انسانة كويسة وسنها كويس يعني 35 سنة وكده. حاولت ان انا احاول اقنعها، حتى لو مش انا حد ثاني غيري، فهي يعني عايز اخدمك في الموضوع ده، فمش عارف اتعامل معاها ازاي. هي المدة اللي هي ارتبطت بيها بالشخص والله قعدت حوالي سنة ونص، سنة ونص. فترة كبيرة برضو، هي مأثرة على نفسيتها. طب شكرا لاتصالك. يعني ممكن ده يبقى تشوك نتيجة الحب اللي حصل، يعني هي ممكن يكون حصل معاها حب حبيته قوي، فلما ساب بعض خلاص هي رافضة اي حد او رافضة. طب احنا ننصحها بايه برضو هي شخصيا؟ لا، ما الحياة ما تقفش على حد. لا، هو دلوقتي بيتكلم انه في ان هو تقدم لها وهي رافضه مبدا الجواز. بصي، ما دام شخص مش مرغوب من شخص، انا ما بحبش ان يفضل الواحد يفضل يتكلم مره واثنين وثلاثه، ولا مفيش حاجه هتتغير. وممكن بقى جوازات كتير بتحصل بالزن. ايوه بالزن. ما بتعمرش زن الرجل على المراه، او العكس، ممكن تبقى هي مش في دماغه اصلا ومن زنها عليه وملاحقتها عليه وتليفونات. طب انت يتجوزها بس فتره قليله قوي بينفصلوا، يعني الزواج ده حاجه كبيره. معانا السيد، في مشاكل كتير النهارده. الو، اهلا بيك، منين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مدام داليا، اهلا بيك. ايوه اهلا وسهلا، منورين البرنامج ومنورين القنوات كلها والله. بنورك. معاك اي سؤال؟ طبعا اتفضل. هو مش سؤال، هو معلومه كده بس. هي الست بطبعها بتميل الاحساس او كده، فممكن كلمه صغيره تزعلها ولو لمست تخليها طايره في السماء، فهي رد فعل ما هياش فعل يعني. فاذا كان الواحد بيعاملها كويس فهي اكيد هتبقى كويسه. تمام. المرض النفسي ده اساسا ما بيجيش الا عن طريق المعامله او المحيط اللي حواليها. اذا كنا عايزين تبقى هي كويسه لازم احنا نعاملها كأنها طفل بالظبط كده، يعني كلمة صغيرة، أي نظرة بتاع بتلاقيها استجابت وبقت كويسة وطايرة في السماء، مهما شافت من أحوال أو معاناة أو كده، فهي بتحس بكده، بتحس بأي حاجة، مهما عملت فيها حاجة وحشة مجرد كلمة بترضيها. بس فهو المطلوب إن احنا نعملها بهذا الأساس يعني. شكرا ليك. شكرا ليك. انت دلوقتي جاوبت على كذا سؤال اتعرضنا ليه في الحلقة، ان فعلا من معاملة الراجل للست، وان دايما لو ما حسسها بقيمتها ولو ما فيش اي مشكلة حواليها عمرها ما هي تأثر على محيط البيت. هو فين بقى ده اللي بيتعمل كده؟ هو فعلا كلامه كله مظبوط لناس كتير قوي. فين الراجل اللي بيتعامل كده؟ مفيش. طب احنا نقول ايه للراجل؟ لا، ده الراجل ده يتقال له كلام كتير. نقول بس له عايز إيه؟ اقول لك برضه عشان ما نبقاش ظالمين، في رجاله كويسه بقى. عايزين رساله كده مختصره، ايه نكلم بيها الراجل ان الست دي يعملها ازاي؟ الست دي بنتك، الست دي مراتك، الست دي امك، الست دي صاحبتك، صديقتك. انت لو اتعاملت معاها ان هي خمس ست شخصيات في حياتك هتعملها كويس.
لكن لو اتعاملت مع ان الست دي زوجتك اللي بتخدمك اللي لما بتكون تعبان بتمتصك، لا أي. لا اتعامل معاها ان هي بنوتك الصغيره، بنتك الكبيره، مامتك، زوجتك، صاحبتك. ده الراجل بقى الصح، دي مفهوم الرجوله. يعني الراجل كلمه كبيره مش صغيره، مش ان انا ازعق وانطر واشخط وانت عملتي كذا وما عملتيش كذا، لا. حب الست، احتويها. الست عامله زي الورده يعني، احنا غلبانين والله. والخروجات برضو ان هو دايما يأهمل فيها وما يخرجهاش، كلمه عارفه ما يشوفوش اماكن مع بعض. والله الكلمه الطيبه يعني، ممكن في ممثل مش فاكره اسمه قال بيقول ان الست او مراته تفضل تعمل كل حاجه مجرد ما بياخدها في حضنه خلاص. أيوة. طب طبا طب ما تزعليش، طب اهدي، طب المفاجآت برضو، عنصر المفاجاه مع الست بيبقى حلو قوي، اللي هو مثلا حتى لو خروجه بسيطه سيبوا الولاد مثلا عند يفاجئها بهديه كده حلوه، تعبير صغير، الهديه برضو مش شرط مش شرط قيمتها، مش في الغلو قصدي، مش شرط ان احنا نجيب حاجه والله عاليه قوي. لو احنا معانا ساره من البحيره. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي يا ساره. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيكي، ايه سؤالك؟ بصي يا دكتوره، انا بقالي 5 سنين ونص متجوزه، تمام، مش عارفه نتعامل مع جوزي، على طول عصبي، وانا والله مش مقصره معاه في اي حاجه. من اول الجواز ولا هو اتغير بعد كده؟ لا من اول الجواز والله. ليه ما اكتشفتش ده في الخطوبه العصبيه؟ ما اكتشفتيش الموضوع ده في فتره التعارف؟ لا ما حسيتوش خالص في فتره التعارف، كان غلبان خالص في فتره الخطوبه. ما في حاجه. من بعد ما اتجوزنا على طول، من يوم الدخله والله العظيم ضربني. يوم الدخله ضربك؟ والله. انت معاكي اطفال؟ معايا بنتين. طب انت ما سبتوش ومشيتي ليهم الدخل؟ استاذه دالي طلعتي مصر كلها النهارده. لا انا اتضايقت والله. حصل موقف ما بينه وما بينه عشان اخوه يعني كان عايزني وكده، فجت يعني ناس دخلت في الموضوع واتخلفت وروحت. من ساعتها بقى لما جبت خلفت على طول عصبي ويقول لي عشان انت جايبه بنتين. انا معايا بنتين، وهو مفكر ان انا اللي عشت فيها، ان انا مثلا بنجيب الورقه او بنحط البيت او الورقه. انت معاملتك ليه كويسه؟ والله يعني بتهزري معاه، بتضحكي معاه، بتقابليه بوش كويس؟ ولا بيضحك. عنده هو 36 سنه وانا عندي 22 سنه. طب شكرا لاتصالك، معانا مداخله تانية. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دولي؟ انا ماما. يا ماما يا حبيبتي والله العظيم. المفاجاه دي يا ماما، وفرحانه بنجاحاتك يا حبيبتي دايما. على الهوا كده، على طول على الهوا كده. حبيبه قلبي منوراني ومشرفاني. ربنا يخليك يا ماما لي. كلها ربنا يخليك لي يا حبيبه قلبي. ربنا يخليك يا ماما. أعزائي المشاهدين، وصلنا لآخر حلقتنا، وفعلا حلقة حلوة قوي، ويا رب نكون وصلنا رسالة للمرأة أن هي تهتم بنفسها إزاي، إزاي ما تأثرش على نفسيتها وتسيب كل حاجة ترمي ورا ظهرها. وطبعا قبل ما انهي الحلقة بشكرك يا أستاذة ندى، عايزين نصيحة منك بقى صغننة كده عشان نقفل بها الحلقة. حبي نفسك، ما قلتي الشهيرة للست أو للمرأة حبي نفسك، هتلاقي كله تمام بعدين. احنا حلقتنا النهاردة حبي نفسك. حبي نفسك بالظبط. شكرا ليكم كل متابعينا برنامج جمالك مع داليا، وانتظرونا الحلقة القادمة ان شاء الله.